بالنسبة لنانسي بطلة العالم في الحصان جنسيتها ايه؟ لا من امريكا، امريكيه مش من الحوض البحر الابيض المتوسط. طيب انا هستاذنكم، عايزين نستقبل معانا رئيس اتحاد الجمباز لانه اكيد هيقول لنا معلومات اضافيه، واكيد فرحان جدا بيكم دكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز المصري. اهلا يا دكتور. اهلا اهلا بحضرتك. اتفضل. مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك يا فندم. انتوا اخذتوا اثنين ميداليتين، اثنين الذهبيه والبرونزيه. البرونزيه انتوا كنتوا يعني تارجتنج، كنتوا مستهدفين ميداليات اكتر ولا اقل؟ الحقيقه انا الحمد لله يعني على اللي احنا عملناه، بس احنا كنا مستهدفين اكتر. احنا ما قدرناش نعلن الكلام ده، انا يمكن اعلنت الموضوع ده مع رئيس اللجنه الاولمبيه في قعده خاصه كنا مع بعض، ويمكن كان في ظروف قبل السفر ان احنا بنحاول نقلل اعداد البعثه على قد ما نقدر. انا يهمني انه اسفر الاقرب للحصول على الميداليات، ان انا اركز مجهودي واهتمامي بالناس اللي فرصتهم في الحصول على ميداليات اكبر، بدل ما اسفر بعثه كبيره جدا ويرجعوا طبعًا كلهم من غير ولا ميداليه. طبعا وحصلت، حضرتك عارف يعني كتير كتير واخرها قريب. لا يعني حصل انه شاركنا في بطولات باعداد كبيره وما جبناش حاجه. هقول لحضرتك حاجه، الدورات الاولمبيه او دوره بحر المتوسط او الدورات الافريقيه او الدورات الكبيره ديت لازم بيبقى ليها سياسه خاصه في نوع البعثه اللي طالعه، لان دي مش المفروض، مش الهدف منها ان انا اروح احتك او ان انا اروح اظهر بالتمثيل المشرف. يا انا رايح اعمل نتيجه اجيب ميداليه، يا كمل اعداد هنا واشتغل على نفسي هنا الاول بعد كده ابدا اطلع. فالفلسفه دي للاسف الشديد مش موجوده عند ناس كتير.